من قصر المؤتمرات تحديدا المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم قاعدين نقوم بتغطية إعلامية فيما يخص نسب الإقبال، نسب إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024، ومعنا الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري. كان تعطينا أول حاجة نسب الإقبال إلى حدود الساعة الواحدة زوالا وبأكثر تفاصيل. شكرا. هو إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال لاحظنا نسبة مشاركة قدرت ب 14.16%. بقراءة سريعة لنسبة المشاركة بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة اللي كانت النسبة العامة 11%، يعتبر هناك تطور ملحوظ، دليل وكون الشعب التونسي اهتمام هو اهتمام الانتخابات الرئاسية أكثر من الانتخابات التشريعية والمحلية أولا. ثانيا، مجلس الهيئة قام بإجراء يتمثل أولا في إنشاء خيم كمراكز اقتراع عددها 55 على كامل تراب الجمهورية، وهذه جابت نتيجة محققة في إطار تقريب مراكز الاقتراع للمواطنين، خاصة اللي ما فيهاش مدارس ابتدائية أو تكون بعيدة وما ثماش حتى مؤسسة عمومية أخرى. هذا هو الإجراء الأول. الإجراء الثاني بالنسبة للمواطنين بالخارج، هناك إجراء الاقتراع الحر، يعني المواطن التونسي في الخارج سواء كان مقيم أو موجود بطريقة عرضية ينجم يمشي لأي مكتب اقتراع ويصوت، وهذه جابت نتيجة. والدليل وأن 10% نصفهم استعملوا الاقتراع الحر، معناها لو كان ما عملناش الاقتراع الحر كانت يكون النسبة تكون حتى أقل من 5% كما تعودنا في الانتخابات السابقة، وما زالت تتطور إن شاء الله النسبة بتقدم الساعات على خطر ما زالت المكاتب لم تغلق بعد. هذه هي قراءة سريعة نأمل أني باش ترتفع، لأنه تعودنا في الحصة المسائية مشاركة الشباب تكون مهمة، وهذا اللي نأملوه إن شاء الله نفوتوا حتى 30% ونفوتوا حتى نسبة الاستفتاء. لو تسمح أستاذ، نقطة مهمة جدا اللي حكيت عليها سيادتك من الأولى اللي هي مقارنة بين الانتخابات الرئاسية الماضية وهذه الانتخابات، مانيش نحكيو على النسب العامة بل إلى حدود الواحدة عند زوال كانت تتذكر في الانتخابات الرئاسية الماضية قديش تقريبا كانت النسبة، والمرة هذه قديش؟ ما عنديش النسبة حقيقة، لكن معناها مؤكد واني كانت اكثر باعتبار حتى عدد المترشحين اللي تقريبا في حدود 27 مترشح، لانه تراجع العدد بثلاث مترشحين فقط، معناها هذا واضح. لكن ان شاء الله في 7:30 في الندوه الصحفيه الاخيره باش تكون ارقام بكل تفاصيلها بالمقارنات بالفئات العمريه بالولايات والى اخره، باش هكا انتم وقتها عندكم الحق باش تاولوا حتى بقراءه هذه الارقام وتفسيرها وتاويلها. الأستاذة نجلة العبروقي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قمتم منذ قليل بنقطة صحفية واعطيتوا آخر النسب اللي هي 14.6%، كانت تزيد تعطينا بأكثر تفاصيل. طبعا النسب هذه معناها إلى حدود الواحدة، معناها بعد الزوال إلى حدود الواحدة بعد الزوال النسبة هي في حدود 14.6% في الداخل، يعني قرابة 1,400,000 ناخب وناخبة تونسية مشاو قاموا بواجبهم، معني أدلوا بأصواتهم بطبيعة الحال، وبالخارج النسبة في حدود 10%، يعني عنا حوالي 64,000 ناخب وناخبة تونسية مسجلين بالخارج. النسبة متاع الخارج الحقيقة معناها لاحظنا أثناء اللي الناخبين التوانسة المسجلين بالخارج يعني بنسبة 51% مشاو أدلوا بأصواتهم، معناها مارسوا حقهم الانتخابي في مراكز معناها اقتراع غير اللي مسجلين فيها، غير مراكزهم الأصلية. يعني هذا في إطار الإتاحة، في إطار الخدمة اللي عملتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السنة، في إطار معناها مبدأ التصويت الحر كما هو معلوم تعرفوا، اللي أي معناها ناخب تونسي متواجد البرة ينجم يمشي معناها يمارس حقه الانتخاب، ينجم يمشي يصوت في مركز اقتراع غير المركز الأصلي متاعه اللي مسجل فيه، وأيضا في بلاد أخرى، في بلاد أخرى أيضا يختار أي مركز يكون متواجد في البلد هذيك يمارس حقه الانتخابي. بطبيعة أتت أكلها الخدمة هذه، قربنا مراكز الاقتراع، أتحنا معناها الاقتراع الحر، سجلنا بطبيعة الحال معناها أكثر من 300,000 ناخب وناخبة تونسية بالخارج، توفرت فيهم صفة الناخب بلغوا سن 18 سنة قبل يوم الاقتراع. فعادة يمشيوا معناها الناخبين معناها اللي في الخارج المسجلين حوالي 30,000
شوف انت تو وصلنا لمدي ساعه معناها 64,000، عدد باهي، عدد محترم قابل للارتفاع بطبيعه. في الداخل ايضا قرابه 1,400,000، تعرفوا اللي انتم الناخبين التوانسه يمشيوا ويصوتوا معناها اخر العشيه، خاصه الشباب، خاصه الكبار يمشيوا الصباح، الشباب يمشيوا معناها يمارسوا حقهم الانتخابي العشيه. مازالت معناها النهار مازال، معناها ان شاء الله اكيد باش يرتفع النسق، وان شاء الله كل المؤشرات طيبه، ان شاء الله يلتحقوا الناس كل. ونزيدوا نذكروا راهي الخدمه نتاع نجمه 195 نجمه بطاقه تعريف الدياز، هذه يتمكنوا باش يعرفوا المراكز معناها نتاع الاقتراع نتاعهم، وايضا مكاتب الاقتراع، وحتى العدد الترتيبي نتاعهم، العدد الرتبي، هذيك يسهل معناها باش يمشيو الناخبين التوانسه يمشيو ديريكتومون، يمشيو مباشره للمركز اللي يخصهم. وايضا الخدمه هذه متاحه على الخدمه www.twansa.easy.tn، هذوما باش يعرفوا هما، يسهل مباشره يمشي للمكتب نتاعو في المركز الاصلي وبالعدد الرتبي نتاعو. بالنسبه للخروقات ان وجدت بطبيعه الحال، بالنسبه للخروقات، الخروقات معناها لم نسجل، لم يقع تسجيل معناها حتى خروقات تخص المترشحين او تخص الناخبين التوانسه سواء بالداخل او بالخارج. بطبيعه الحال العمليه معناها تبقى القانون صايره بسلاسه. ما لاحظناه هو وجود البعض معناها الخروقات، بعض المخالفات، نقولوا نحن شبهات المخالفات حتى يبت فيها القضاء، بطبيعه الحال على مواقع التواصل الاجتماعي، على الصفحات اللي قاعدين نحن نشاهدوا في نسب نتاع مشاركه في الدعايه لاحد المترشحين، تعرفوا اللي هذا الكل ممنوع، راهم من يوم الصمت، بطبيعه الحال راهو يوم الصمت وايام الاقتراع بالداخل ولا بالخارج، راهو الدعايه بمختلف اشكالها ممنوعه، بطبيعه الحال بث ونشر تداول في نتائج صبر الآراء زاد ممنوع إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع، الدعاية معناها الإشهار السياسي بطبيعة الحال، تخصيص رقم هاتف مجاني أو مركز معناها نداء للدعاية لأحد المترشحين، هذا الكل ممنوع. الحقيقة الأعوان نتاعنا، أعوان المراقبة في الداخل ولا في الخارج، قاعدين يخدموا على رواحهم، قاعدين يعاينوا، قاعدين يحروا في المحاضر، وبطبيعة أيضا إن وجدت، وأيضا مركز الرصد نتاعنا نتاع المخالفات اللي فيه 4 خلايا رصد اللي متعلقة بالوسائل الإعلام السمعي البصري، وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، وأيضا الفضاء المفتوح اللي فيه جميع الصفحات، جميع المنصات التواصل الاجتماعي معناها بمختلفها، هو يخدم على مدار الساعة بطبيعة الحال، يعاين ويشوف ويحرر التقارير ويحيلها لمجلس الهيئة اللي يتخذ فيها إجراء. نزيدوا معناها نأكدوا ونزيدوا معناها ندعيوا معناها التوانسة المواطنين والناخبين باش يتأكدوا من المعلومات الصحيحة والرسمية من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأيضا على الموقع متاعنا الرسمي معناها صفحتها الرسمية، وما ينسقوش وراء الأخبار المغلوطة أو الزائفة.